النهارده كان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وانا مش عايز بقى اتكلم على كابتن محمود الخطيب، لان لو اتكلمت على كابتن محمود الخطيب رئيس هيقول لك اصل هو عشان مدير النادي، ولو اتكلمت عن كابتن محمود الخطيب اللي هو بقى الشخص اللي كلنا، معلش انا اسف يعني، خلي بالك حضرتك اتكلم براحتك وطبيعتك، احنا عارفين طبيعتك وجمهور النادي الاهلي عارف طبيعتك. محدش يقدر يزايد على اخلاق كابتن محمود الخطيب او اخلاق كابتن حسن حمدي او خلاص. فكابتن محمود الخطيب اما انتوى يدخل مجلس اداره النادي الاهلي، اول حاجه اختارها الشعار اللي هيخش بيه ايه؟ فاهم ازاي؟ هناك شعارات كثيره اتقالت خلال الفترات اللي فاتت، ومن اهمها كان الاهلي فوق الجميع، اللي فيه كثيرين المغرضين، مش حد، الكثيرين المغرضين دايما بيفسروه غلط ودايما بيوصلوه للناس باسلوب غلط. فانا طول ما انا عندي حاجه ضغينه جواك هفهمها كده، لكن هو لا، احنا شرحناه اكتر من مره، كابتن عادل القوي شرح اكتر من مره، الاعلام شرح اكتر من مره، النادي الاهلي فوق الجميع يعني ايه؟ دي هتلاقيها بقى في سياق الكلام اللي احنا بنتكلمه، ازاي بتفضل مصلحه النادي الاهلي فوق مصلحتك الشخصيه. ايوه فاهم. زي في الاخر برضو مصلحه الدوله المصريه فوق الجميع طبعا، ان هذا هو الصالح العام لينا كلنا اللي لازم الناس تفهمه. ما هو انت النادي الاهلي النهارده من غير الدوله المصريه القويه ولا حاجه، مش هنبقى موجودين. صح. فاللي بيحصل ده، هناك من له غرض، من له غرض يوميا، اللي الشعب المصري ما بقاش مبسوط، الشعب المصري يبقى مشغول، اللي المجتمع المصري والشباب يبقى فيهم فتنه، فتنه بين مسلم ومسيحي، فتنه بين رياضه، ما هو ما يقدروش على الفتنه بين المسلم والمسيحي، هيقدر على الفتنه فين؟ بين الرياضه والشباب المندفع. عشان كده احنا بنقول النهارده، وانا قلت كتير واللي هيسمعني هم عارفين كده كويس كتير، وجهنا كلام كتير، وكابتن خطيب رئيس النادي الاهلي وجه هذا الكلام كتير، يا شباب ما تخرجش على النص، حافظوا على نفسكم وما تنسقوش وراء قوتك وقوه جمهور النادي الاهلي اللي هو في ظهر النادي الاهلي طبقا للوائح. انت النهارده شغلتك اللي انت تدي الحماس للفريق اللي هو يجيب لك البطوله في الملعب. مظبوط. خلاص. ودورنا كاداره او دور كلاعب او دور الاجهزه الفنيه الموجوده او عضو الجمعيه العموميه ملتزم كلا منا بدوره.